بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أوجه لهذا الموقع شكر خاص في شخصية السي أحمد البقالي على يعني مواكبته المستمرة لكل ما يجري في هذه المؤسسة العريقة. ونحن الآن كما تعلمون بصدد تنظيم امتحانات السداسية الثانية، أي الامتحانات النهائية، ورأينا أنه من المفيد أن نقل هذه التجربة، الحمد لله تجربة كلية الشريعة، ونقل الأجواء يعني الطيبة الحمد لله التي يمر فيها هذا الاستحقاق. كما شاهدتم الحمد لله كل الترتيبات يعني اتخذت بما يضمن يعني للطالب حقه في توفير كل الشروط والظروف الملائمة ليخضع لهذه المراقبة يعني في نهاية السنة. وأنتم تتجولون في المؤسسة لاحظتم أن يعني لا من حيث يعني الترتيبات الخاصة بنظافة المؤسسة ولا فيما يتعلق ب يعني المساحات الخضراء والبستانة ونظافة القاعات وكل المرافق المرتبطة بالخدمات التي يمكن أن تقدمها للطلبة كلها الحمد لله متوفرة وفي بمستوى عالي جدا. المرافق الصحية، القاعات منظمة، ويعني الطالب يشعر براحة كبيرة وهو يدخل هذه المؤسسة لا في مظهرها ولا عندما يدخل لقاعة الامتحانات كما لاحظتم. بالإضافة لذلك الظاهرة التي لا بد أن نسجلها وهي ظاهرة إيجابية الحمد لله، وهو أنك عندما تدخل كلية الشريعة قبل يعني موعد الامتحان تلاحظ أن الطلبة كلهم منكبون على التحصيل والمراجعة، أفراد منتشرون في ساحة المؤسسة وفي جنباتها يحصلون ويراجعون، وهذا يبين أن الطالب الآن الحمد لله الكلية استطاعت أن تضمن للطلبة أن تمر الامتحانات يعني شفافية، حقهم في اجتياز الامتحانات بالشفافية المطلوبة والضرورية، وحقهم كذلك في أن تكون هناك منافسة شريفة. وأعني بذلك أن ظاهرة الغش التي يتحدث عنها هنا وهناك الحمد لله تم القضاء عليها بشكل نهائي ومبرم. ليست الإدارة وحدها التي استطاعت الحصول على هذه النتيجة، ولكن الطلبة أنفسهم، طلبة كلية الشريعة، وصلوا من النضج ومن يعني الوعي لدرجة أنهم أصبحوا يحاربون هذه الظاهرة ويعربون عن ارتياحهم يعني الطريقة التي تصدت من خلالها المؤسسة لهذه الظاهرة من خلال إرساء يعني كاميرات المراقبة وآلات تشويش على الهواتف، وأعطت هذه يعني التجربة الرائدة نتائج طيبة جدا. والأساتذة والموظفون والطلبة كلهم أعربوا عن ارتياحهم، عن تشبتهم بهذه النتيجة وهذا المكسب الكبير، وهذا من شأنه أن يوفر المناخ الحقيقي الذي يجب أن تمر فيه الامتحانات، وهو في حقيقة الأمر كذلك مدخل من مداخل بناء الشخصية العلمية للطالب. يعني الطالب عندما يحصل على شهادة يجب معها أن يحصل على ثقته بنفسه أنه حصل على هذه الشهادة فعلا بمجهوده الخاص، وأنه فعلا يستحق هذه الشهادة، وأنه يعني خضع لمراقبة حقيقية، وأنه يعني استطاع الحصول على هذه الشهادة على أساس يعني تقييم حقيقي وفي إطار منافسة حقيقية ومنافسة شريفة. وهذا أمر يجب أن نهنئ أنفسنا عليه ونرجو أن تعمم هذه التجربة على جميع المؤسسة. وأعتقد أنه حتى في الثانوي الآن في البكالوريا يعني فكروا في إرساء هذه الكاميرات، بعض المؤسسات فكرت في إرسائها، وهذا أمر يجب أن يشجع ويجب أن يعمم.
وبالنظر للارتسامات الأساتذة كذلك بالنسبة للأجواء التي تمر فيها هذه الامتحانات، هي هذه الطريقة يعني طريقة المراقبة يعني كان من شأنها أن وفرت كذلك للأستاذ ظروفا لائقة للقيام بواجبه. كما تعلمون الأستاذ دوره وهو التلقين، دوره وهو التدريس، ولكن عندما نصل لهذا الاستحقاق في سابق الأوان كان يجد نفسه في مواقف ربما محرجة شيئا ما، لأن مراقبة الطالب ويعني القيام بدور الشرطي داخل المؤسسة يقلل شيئا ما ويدخل الأستاذ في علاقة ربما لا تليق بعلاقة الأستاذ بالطالب. وبالتالي في الكاميرات والطريقة التي يعني اعتمدناها أدخلت يعني نوعا من الارتياح على الجميع، فالأستاذ يقوم بدوره كما يجب وفي راحة كاملة وفي اطمئنان كامل. ويمكنكم نقل الصور من قاعة المراقبة للحصول على صور حية للطريقة التي تجرى بها الامتحان داخل القاعات وداخل المدرجات. هذا أمر يمكنكم يعني الانتقال للقاعة التي خصصت لنقل الامتحانات ومتابعة الامتحانات عن طريق الكاميرات للخروج بفكرة واضحة عن يعني المستوى اللائق الحمد لله الذي تطورت من خلاله هذه المؤسسة، يعني لا من حيث شكل القاعات ولا من حيث تنظيم هذه القاعات. وأنتم عندما تلاحظون ذلك ستدركون أن كل الفاعلين داخل هذه المؤسسة من مراقبين ومراقبين كلهم يشتغلون في ظروف لائقة وفي ظروف متحضرة ومتمدنة وظروف إنسانية. فهذه الطريقة تحفظ للأستاذ يعني مروءته وتحفظ له تلكم العلاقة التي يقوم طيلة السنة ببنائها مع طلبته ليعم دائما في هذه العلاقة الاحترام المتبادل بين الطالب وبين الإداريون. كذلك أدخلت هذه الطريقة عليهم راحة كبيرة وسرور كبيرة لأنهم يقومون بواجبهم كذلك في ظروف جيدة ودون يعني تشنج ودون يعني تصارع مع أو صراع يعني مع جهات معينة كما كان في سابق الأمر. وبالتالي يمكننا أن نقول الحمد لله أن الظروف التي تعم والأجواء التي تمر فيها هذه الامتحانات هي أجواء مثالية نحمد الله تعالى عليها، ونتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن يعني يديم علينا نعمة الاستقرار ونعمة يعني الاطمئنان داخل هذه المؤسسة. وكما قلت لكم هذه الأجواء هي أجواء تبعث الأمل بالنسبة للطلبة المتخرجين، لأنه كما في علمكم المتخرج من كلية الشريعة استطعنا والحمد لله من خلال مقاربتنا في تسيير هذه المؤسسة أن نصل لهذه النتيجة ليحل محل الإحباط، لأن المتوافدين في سابق الأوان المتوافدين على الجامعة كانت الجامعة يعني نوع من يعني بسبب يعني انسداد الأفق أفق المستقبل أمام الطلبة كان يعني هناك شعور بإحباط يعني لدى الطالب. استطعنا في هذه الكلية أن يحل محل هذا الإحباط الأمل الكبير عن طريق برنامج استكمال التكوين ودعم الثقافة الذي هو عبارة على سلسلة من الدورات التكوينية تواكب الطالب خلال مسيرته ما بعد التخرج، بحيث عندما يتخرج طالب كلية الشريعة يحصل بالإضافة لشهادة الإجازة على شهادات على الأقل أربع شهادات تشهد له أنه خضع لتكوينات إضافية لها علاقة بالتخصصات الموجودة في المؤسسة ولها علاقة بالمباريات التي تفتح في وجهه، بحيث طالب كلية الشريعة من كانت له رغبة مثلا لتهيئ يعني للحصول على المعلومات وعلى يعني التدريب المطلوبة لاجتياز مباراة القضاء يحصل على هذه الشهادة ويحصل على تكوين حقيقي بها ويكون مؤهلا لاجتياز هذه المباراة ويتخرج وهو كله أمل أنه فعلا سيستطيع خوض هذه المباراة، لأن لديه يعني الزاد العلمي والزاد يعني المنهجي
والفكري لخوض هذه المباراة، ومن كانت له رغبة في بعد التخرج ليشتغل في مجال المالية الإسلامية كذلك خصنا له عدد من الدورات التكوينية له لذلك، ومن كانت له رغبة في التدريس حصلت كذلك نفسه يعني دورات تكوينية، وهذا من شأنه أن يعطي للطالب ويبعث في نفسه الأمل للحصول على يعني حصوله بعد التخرج على وظيفة من خلالها يفرض وجوده العلمي، ومن خلالها يمكنه أن يساهم في التنمية التي يقودها صاحب الجلالة بتبصر كبير وب يعني نظرات يعني كما قلت نظرة متبصرة وواقعية، ونحن في حاجة لتسهيل هذا الجيل القادر على رفع تحديات التنمية. هذه هي مقاربة كلية الشريعة يعني، وبمناسبة الامتحانات نحن نلاحظ أنها فعلا مقاربة مفيدة وجيدة والحمد لله. ومن جهة أخرى يمكن أن نشير إلى أمر أساسي في إطار الخدمات التي تقدمها المؤسسة، لأنه جامعة سيدي محمد عبد الله كما تعلمون لها يعني مقاربة خاصة في توفير كل الظروف الملائمة أثناء الدراسة وبعد التخرج لتسهيل المساطر، تسهيل المساطر لي يعني حصول الطالب على كل الخدمات التي يكون في حاجة إليها. وبالمناسبة أريد أن أشير لمشروع كبير تقوده رئاسة جامعة سيد محمد الله وانخرطت فيه كلية الشريعة بشكل كبير، وهو مشروع يعني أبوجي الذي سيوفر على الطالب كل الجهود وكل يعني المساطر التي كانت معقدة لا فيما يتعلق بالحصول على النقاط ولا فيما يتعلق بالحصول على الوثائق الإدارية من المؤسسة، وحتى فيما يتعلق بالتسجيل هذه السنة إن شاء الله الرحمن سيكون هناك تسجيل بدون يعني بدون الحضور للمؤسسة بطريقة يعني عن طريق يعني البريد الإلكتروني يمكنه أن يحصل على شهادة التسجيل بطريقة يعني مرنة وسهلة. وبالإضافة لذلك تفكر جامعة سيدي محمد عبد الله كذلك في كثير من الخدمات على أكثر من مستوى، على المستوى يعني العلمي وعلى مستوى الأنشطة الثقافية وعلى مستوى الأنشطة يعني الموازية الأخرى، لا فيما يتعلق بالمجال المسرحي ولا فيما يتعلق بالمجال الرياضي. هناك جهود، هناك برامج يعني الحمد لله تشتغل عليها جامعة سيدي محمد عبد الله وكلية الشريعة منخرطة بشكل تلقائي وبشكل فعلي في إنجاز هذه البرامج. إذن مرة أخرى أشكركم على هذا الحضور، وأتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن يكون من شأن هذه الزيارات أن تكونوا يعني مسرورين أثناء دخول هذه المؤسسة وبعد خروجكم من هذه المؤسسة بفكرة إيجابية على المؤسسات الجامعية التي تتطور. وإذا أردتم أن نضيف شيئا فهذه الرؤية التي يحصل عليها من يدخل للمؤسسة يدرك أن